مع فضيلة الشيخ محمد بر. دخول حضرة الله تعالى، والمقصود بالحضرة دخول إلى دائرة الولاية والقرب، لأنها أقسام، من حضرة القلب إلى ماذا؟ إلى حضرة، من حضرة القلب إلى حضرة الروح إلى حضرة السر، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذن المطلب الثالث دخول حضرة الله، هذه مسألة مهمة. إذن عندما نتكلم عن الحضرة ماذا نقصد؟ كما قلنا دائما حضور القلب بين يدي الرب، هذا هو المقصود بالحضرة عند علماء السلوك وعند علماء التصوف. فعندما تسمعنا أهل التصوف يقولون دخلنا حضرة الله وخرجنا عن حضرة الله، فلا يقصدون أن يجسموا الله تعالى أو أنه في مكان محدد، حشا وكلا. الله تعالى يوصف بالكمال وينزه عن النقص، وإنما إذا قالوا دخلنا حضرة الله يخيل للسالك والعبد والمؤمن الطائع أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا حجب عن الله بشهواته وغفلته وبمعاصيه فإنه قد خرج من الحضرة، كما إذا دخل الإنسان الأحرام بالتكبير في الصلاة يشعر بالخشوع، إن في الصلاة لشغلا كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو بين يدي الله عز وجل يشاهد جلاله وجماله، بين يدي الله تعبد الله كأنك ترى. فإذا قال السلام عليكم خرج من الحضرة، من حضرة الله سبحانه وتعالى. فلا يقصدون يعني بأن الله تعالى في مكان محيز، لا، لا يقصدون هذا الكلام. إذا مطلب آخر دخول حضرة الله تعالى، وهي أنواع، إلى حضرة القلوب، إلى حضرة الأرواح، إلى حضرة الأسرار، سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. حضرة القلب، حضرة الروح، وحضرة السر. ولهذا قالوا حضرة الروح لماذا للسائرين، وحضرة الروح أو حضرة القلب للسائرين، وحضرة الروح يعني للمتشوفين، وحضرة السر للمتمكنين للواصلين. هذه معاني سيأتي تفصيلها وبيانها، وسوف نعمق البحث فيها إن شاء الله لما نصل إلى مباحثها وقتها عند كلام المصنف رحمه الله وقدس الله سره. إذن حضرة الله تعالى طاهرة لا يدخلها قلب متسخ، لا بد أن يمتلئ بالمعاني التي ذكرنا ليستشعر حضور الله سبحانه وتعالى، وإلا رد هذا الرجل أو رد هذا المؤمن. فأول ما ينبغي أن نشهد فيه أن نطهر هذه القلوب، وإليه الإشارة بقوله تعالى أقيموا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. هناك أنواع من التفاسير عند علمائنا، وهذا مقرر في علوم القرآن، هناك التفسير البياني والتفسير بالمكتوب، أنواع كثيرة. وهناك التفسير الإشاري، هناك التفسير الإشاري. فلهذا علماؤنا ماذا يقولون؟ لا تقربوا، من باب الإشارة قالوا لا تقربوا مسجد الحضرة وأنتم سكارى بحب الدنيا وبحب السوى، أي ما سوى الله، حتى تتيقظوا وتستيقظوا وتتنبهوا إلى كلام الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطبكم في الحضرة، حتى تتطهروا من ماذا؟ قالوا من جماع الغفلة ومن شهوات التعلق بالسوى. هذا التفسير الإشاري. فلهذا حضرة إذا أراد أن يدخلها القلب لابد أن يتطهر بماذا؟ بماء الغيب،